اسم أسوان والباطل يا بندر يا عدد الناخبين المقيدين باللجنة 147,840، عدد الحضور 34,972 بنسبة 27%. إجمالي الأصوات الصحيحة 32,439 بنسبة 92.76%. إجمالي الأصوات الباطلة 2,533 نسبة الحضور المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي 31,006، المرشح موسى مصطفى موسى محمد 4,433، الأول بنسبة 95% والثاني بنسبة 4%، والله الموفق. باطل 8%؟ الباطل كده 8%. 8% ده ايه بقى، أسوان أول ولا أسوان تاني؟ أسوان، ما هو أسوان فيها أسوان أول وأسوان تاني وفيها مركز أسوان. خلي بالك إنه لجنة اتنين في الغردقة الباطل فيها 9.6 من 10. ده بقى حضر الغردقة. حضر هو النسبة الأقل في الغردقة طبعًا. كل الوقت ده حضر الغردقة طبعًا. هو اللجنة العامة اتنين طبعا 9.6 من 10 بالظبط، اللي هو تعرف ده إيه. بس أسوان واضح إن في خطأ في أنا ما فهمتش الأرقام، أنا ما فهمتش الأرقام فمش هقدر أعلق عليها. هذا مناخض للتوجه العام بتاع الصعيد اللي تعل دلوقتي. اذا ثبت الا لو كان مدينة، اذا ثبت ان ده لو كان صح بالظبط. انا ساكت انا اقول على حاجه ده منطقي. اسكندريه يا جماعه، اسكندريه مهمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم سعيد من ايام مصرنا، احتفال كبير، احتفال شعبي كبير، بدأ يمثل دعوة عليا عامة استمرار المسيرة، مسيرة هذا الشعب العظيم، مسيرة آلاف السنين، لن يخضع، لن يركع، لن ينهزم بإذن الله. استحمل ويستحمل كل أنواع الضيق، كل أنواع إلا الهزيمة، لن يهزم بإذن الله. شعب أصيل، شعب قوي جدا. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف رجاله أو رجاله بأنهم خير أجناد الأرض. تحية كبرى لجيش مصر العظيم، تحية كبرى لشرطة مصر العظيمة، حماة هذا البلد من الخارج والداخل. نحن في بيوتنا آمنين بوعي وسهر و هؤلاء الرجال. الجيش المصري قوي جدا جدا، الشرطة المصرية قوية جدا وواعية بإذن الله، منصورون بإذن الله منصور. وهذا الشعب بإذن الله تاني وتاني وأكرر لن يستسلم ولن يركع، سيقاوم الهزيمة وكل عوامل الإحباط. مصر وصلت إلى درجة خطيرة في أيام الثورة، إلا أنها بفضل رجالها، بفضل رجال من أبنائها قامت ولن تسقط بإذن الله. اليوم وما جرى في الأيام الثلاثة الأخيرة دعوة عامة، صحوة، الدليل على تماسك هذا الشعب، لن يفرط ولن يستسلم بإذن الله تاني وتاني وتاني. مصر فيها رجال، فيها قضاء، صمام أمان والله للجميع.
رجال يسهرون ويطلعون ويذاكرون مثل الطلبة، رجال القضاء المصري يذاكرون ويسهرون للصباح مثل الطلبة، والله للفصل ولحماية الحق والعدل. بإذن الله مصر بخير والله، بس احنا مطلوب مننا ان احنا نؤمن بقوة بلدنا، نؤمن بحب بلدنا، نسعى الى حماية بلدنا، نقاوم كل عوامل الاستكانة، كل عوامل الضعف، كل عوامل التي تدعو الى الهزيمة. مصر لن تهزم ابدا، بس احنا اللي فينا يعني مش عارف، عدم ايمان ببلدنا. لا، ده احنا في الشدائد بنقوى، بنقوى جدا جدا والله. ما شاء الله على بلدنا، ما شاء الله على جيشنا، ما شاء الله على شرطتنا، ما شاء الله على كل الرجال وكل الشباب في مصر. بخير باذن الله، مصر منصوره باذن الله. تحية لأبائنا وأمهاتنا وأخوتنا، أبائنا الكبار في السن يأتون من بيوتهم يتوكؤون يتساندون للإدلاء بأصواتهم. ما دلالة ذلك إيه؟ حرص على إظهار أن البلد فيها رجال وفيها وعي وفيها ديمقراطية وفيها حب لمساندة القائم على هذه البلد لمواصلة المسيرة، والقادم أحسن بإذن الله، والقادم أحسن بإذن الله، والقادم أحسن بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما عن نتائج الانتخابات في اللجنة العامة بقسم سيدي جابر رقم 5، كان إجمالي عدد الناخبين المقيدين باللجنة 245,719 صوت. عدد الذين حضروا 95,486. تاني، عدد الذين حضروا 95,486 بنسبة 38.86%، 38.86% من 100%. إجمالي الأصوات الصحيحة 86,112. إجمالي الأصوات الصحيحة 86,112 بنسبة 90.18% 90.18%. إجمالي الأصوات الباطلة 9,374، 9,374 بنسبة 89.100% بنسبة 89.100%. المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي حصل على 83,631 صوت. تاني، المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي حصل على 83,631 صوت بنسبة 97.13%، بنسبة 97.13%. المرشح موسى مصطفى موسى محمد حصل على 2,474 صوتا. المرشح موسى مصطفى موسى محمد حصل على 2,474 صوتا بنسبة 2.87%، بنسبة 2.87%. وشكرا لحضراتكم، وشكرا
كل اللي قائمين وشكرا للساده الزملاء. شكرا سياده المستشار. كام؟ 37% رمل. الرمل مقربه من اسكندريه. سيدي طيب. جابر 38. الكلام بتاع غرفه العمليات اللي جابوا لنا تقريبا 40. الكلام 40%. طيب فبالتالي ده برضو منطق، ده يرفع يرفع شويه. لا بس رقم اسكندريه ده رقم كويس. 40% صح. رقم كويس، ده رقم كويس جدا جدا. 40%. طيب خصوصا كمان انه اسكندريه كتله تصويتيه برضو. انت بتتكلم على كام؟ 3 مليون وشويه. 3 مليون وشويه. طب نرجع اسكندريه تاني يا جماعه، نرجع اسكندريه تاني. عدد اعضاء موظفي اللجنه والسيد رئيس اللجنه 8، مجموع من اغلب اصواته 2036، اجمالي الاصوات الباطله 217، اجمالي الاصوات الصحيحه 1819. عدد الأصوات اللي حصل عليها كل مرشح: عبد الفتاح سعيد السيسي 1773، موسى مصطفى موسى 46. دي آخر لجنة، مفيش لجان بقى. كنت عايزين تستنوا تاخدوا المجموع بقى، مفيش مشكلة، عايزين تجمعوا انتوا براحتكم. نعم نعم. نسمع المجموع يا تامر لو سمحت. هو بيقول لو عندكم لسه هيقعد هيجيله لسه ما عملش. هيجيله لسه بيجمعه، هو بيلمه من الفرعي يبقى يعني اسكندريه على حواف ال 40 حتى الان. صح. على مشارف اسكندريه ال 40. اسكندريه فيها ميزه لانه انها المحافظه القديمه الاكبر سنا في مصر كلها. يعني نسبه اللي فوق 40 في السنه في اسكندريه بالنسبه لكل محافظات مصر، ده تركيبه في الديموغرافيا هي الاعلى. طب سرسل ليان منوفيه جايبه 55%، 22997، دي لجنه فرعيه. هي دي مع السادات ولا لوحدها دلوقتي؟ ما اعرفش. لا لوحدها. سرسل ليان لوحدها. دي مركز؟ مركز. الرئيس سيسي واخد فوق المليون في المنوفيه، بس ده معناه دي 55% منوفيه. يعني هتبقى اعلى سو فار الغربيه. طيب لجنه عامه طنطا، سلامه اتفضل يا سلامه. اهلا يا استاذ رميس. حقيقي اول طنطا اللجنه نسبه التصويت بلغت 46.2%. لا قولي ارقام يا سلامه، اديني الاجماع الاول كذا ثم كذا كده يعني. حضور لا سلامة عدد حبيبي. من لهم حق التصويت يا استاذ سلامة. لا تعال لي تاني يا سلامة، ارجع لي تاني يا سلامة. بس سؤال الرقم المهم 46%. 46% 46%. هي دي الرقم بدون دلالة. اول طنطا. اول طنطا دي نسبة اقل من توقعات غربية. اول طنطا مع ان غربيه عاليه، ده غربيه وصلت 49%. ما هو احنا خلاص احنا جبنا غربيه، احنا بنتكلم على اول في فروق واحده اتنين. اعتقد ان احنا ممكن نعمل من 20 ل 22 مليون صوت. يعني كده نوعا ما احنا ماشيين من كام ل 20 ل 22 مليون؟ هم كام؟ 22 مليون توصل 35% وشويه. احنا قلنا كام انا وانت؟ انا قلت من 32 ل 37. يعني انا قلت 20 مليون صوت. لو عدت 20 مليون ب 2 مليون ولا حاجه انا اقعد نكسب. بالظبط. لان احنا من خمسه انت هتعشي انا هعشي في جميع الاحوال، ده خلي عمري يدفع.